أهلا ومرحبا بكم أصدقائي، معكم حمادة القرشي وانتم الآن على برنامج الراوي ستوريست. الفيديو ديال سهرة هاد الليلة بقلم ريوزاكي ريوكا. الناس القدام اللي معايا في القناة راه كتعرفوا كنت نزلت بعض من القصص ديالو هادي شحال، وراه رجع لنا بقصة جديدة. بالمناسبة ريوزاكي عنده واحد القناة المحتوى ديالها كيتكلم على الدارك ويب وكيحكي التجارب ديالو وداكشي اللي وقع معاه في داك العالم. إذا حبيتوا تزوروا القناة ديالو غادي تلقاوها في الوصف ديال هاد الفيديو. ويلا بلا ما نطول عليكم، ديروا باستزامات الاستماع كيف العادة، واللي هاد المرة ريوزاكي هو اللي غادي يقولها لكم. أولا وقبل كل شيء ما تنسوش ديروا لايك في هاد الفيديو وتعليق بلا ما نوصيكم. وكيقول ريوزاكي قبل ما نبدأ القصة ديالي، ما فيها بس كل واحد فيكم يشد في يده شي قهوة ويمشي لشي بلاصة هادئة ثم يقراها او اللي يسمع لها على خاطره. وحاجة مهمة بزاف واللي نبغي نوه عليها هي انه يكون حداك المصحف الكريم. شكون عارف اش جايب الوقت وانت كتقرأ او لك تسمع لهذه القصة. وقبل السرد يجب كذلك ان انوه ان الله سبحانه وتعالى جعل في الموت حكم وعبر لا تحصى، لهذا علينا ان نتدبرها بالعقل والتقدير. بسم الله نبدأ. دابا احنا كاينين في منتصف عام 2012 وبالتحديد في شهر غشت. كنت يلا تحولت لمدينة اخرى بحكم الظروف العمل. لقيت واحد المسكن متواضع واللي كان عبارة على غرفة نوم مع الجيران، فكريتها باش نسكن فيها مع الأهل ديال البيت واللي كانوا عبارة على امرأة كبيرة في السن وما عندهاش الولاد المسكينة، ولكن كانت عايشة معها واحد البنت مراهقة يمكن كتجيها شي حاجة من العائلة. الحمام كان مشترك والكوزينة مشتركة، إذا لا حاجة لي في هذيك الكوزينة. حتى لهنا الأمور مزيانة وبخير وكيف ما بغيت. دازت الأسابيع من الروتين اليومي وكنت في هذيك الوقت درت علاقات صداقة على مستوى العمل والجيران، وخاصة الجيران ديال السكن اللي كانوا ديما كينصحوني على المرأة العجوز وأنني نهتم بها، وبحكم أنها كانت ديك البنت اللي معها كتخرج بزاف وكتغيب وما كانتش تديها في هاد المرأة المسكينة. لذلك وبطبيعة الحال نشأت علاقة مودة ما بيني وما بين ديك المرأة العجوز. المسكينة كانت فين ما كنت كنتعطل في الزنقة كتبقى كتسول فيا وتهتم ليا، والأكثر من هذا كتبدا تقلب عليا إذا تأخرت، وكانت كتفاجأني بوجبة كذلك من اللي كنت كنرجع. وبالمقابل كنت كنشري ليها الاحتياجات ديالها من اللي كنت كنكون راجع ولا كنت كنطمئن عليها قبل النعاس، وهكذا كانت غادية الأمور. المهم في صبيحة يوم حار مجيت الخدمة ديالي كيف العادة، وبعد ما اطمأنيت عليها ومحمل بكل أنواع الأدعية، فجأة وبدون سابق إنذار دخل عندي المكتب ديالي صاحبي في العمل وقال لي أن شي واحد كيسول فيا وكيستناني في المكتب الاستقبال. غريب، وخا أنا يلاه جاي. من بعد لحظات توجهت للقاعة ومن اللي هضرت معاه كانت أنا يا الصدمة. فقال لي أن السيدة ماتت وأنه من الواجب عليا نمشي معها للدار دابا، حيتاش كل شي ولا كيعتبرني الأهل ديالها. ولكن سولت راسي فين تكون مشات ديك الفتاة المراهقة؟ أكيد تا واحد ما عارف كيما العادة. تفاجأت وبكيت وحزنت عليها، ولكن فوضت أمري لله عز وجل. خديت الإذن من مكان العمل ومشيت مع السيد للدار. كانوا بزاف ديال الجيران والأهالي، والغريب أن كل شي جال عندي كيعزيني وأيضا كيسولوا أسئلة متنوعة بحال وش المرحومة وصاتك بشي حاجة قبل ما تموت؟ فين مدفونة؟ وطبعا أنا مصدوم ولا إجابات. فهذيك اللحظة تدخلوا ناس كبار في السن تشاوروا ما بيناتهم وخرجوا بقرار قبل العصر باللي غادي يمشيوا شي رجال ويجهزوا القبر ديالها، والناس الكبار في السن غادي يبقوا هنا لإدارة الجنازة، بينما تنقلت المرحومة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى المركزي حتى الصباح. وقلت مع راسي
أنه خاص يكون مع الميت مرافق ويبقى قريب من الثلاجة ويحضيها من الفيران أو للمخربين ولا شي حاجة بحال هكدا. ومن الظهر اللي عندي جا في الاختيار بحكم أنني كنت الأقرب للمرحومة، وكذلك حيت أنني غريب على المنطقة وما غادي نفحهم بوالو برا. فتوكلت على الله ومشينا للمستشفى. وصلنا من بعد صلاة المغرب، المهم اللي سالينا بعض من الإجراءات في الطبيب، تنقلت الجثة للثلاجة تقريبا في هذيك 8 مساء، واللي مازال عاقل كانت مع 8:12 دقيقة بالضبط. هذا هو الوقت بالضبط. المستشفى كان عبارة على مساحة واسعة كتحتوي على مجموعة من المباني وذات طابق أرضي فيها ممرات مرصوفة وإنارة شاحبة واللي كانت متباعدة بحال داكشي ديال الأفلام الخلعة. وأما الجزء اللي كيعنيني أنا جا في آخر المستشفى، واللي هو عبارة عن مبنى أرضي صغير بحجم غرفتين ومنعزل على باقي المباني، والتلاجة كاينة في واحد الجهة من الملحق واللي كيتستعمل من طرف الحارس. التلاجة عندها 6 الأبواب وتيتوضع الميت على وضع النوم على الظهر، تيتسد عليه من برا، تقدر تدخل وتخرج من الغرفة عادي لأنه بكل بساطة الباب الرئيسي ما كاينش. وأما الفيران ويلي ويلي فحدت ولا حرج، الحجم ديالها بحال الديناصور وهي اللي كتسبب في كثير من الأحيان بالأضرار للجثة. أخوتي هي الجرذان كتتغذى على الأموات، وخص من الضروري أنك تبعدها إلى شفتيها. تتحاول تتسلل للثلاجة الغير الباردة في بعض الأوقات بسبب عدم توفير البنزين للمحركات بشكل منتظم. المهم خديت الكبوت ديالي ووجدت البلاصة ديالي أنفصل ديك الثلاجة، وفرشت واحد الحصيرة عطاوها لي شي ناس الله يكبر بيهم، جبت واحد البيل صغير باش نضوي به، حطيته حدايا في الأرض. بلاتي بلاتي قبل ما نكمل لكم القصة ديالي، ما تنسوش تدعموا أخوكم بكومنتير زوين باش نعرف أنك وصلتي لهاد البارتية من القصة. وإلى حبيتي أيضا أهبط لي دابا وكتبوا مع الكتابة ديال الدقيقة اللي راك واصل فيها، وأجي كمل القصة وما غاديش تندم. المهم نكملوا القصة. عرفتوا يا إخوان هذاك المنظر؟ بلاتي خليوني نوصف ليكم. تخيل راسك أنك جالس أنفصل الثلاجة ديال الأموات، والظلام مالي المكان، السكون والوحدة، أصوات الجرذان والضوء بعد المرات كيمشي وكيدوز لمدة طويلة باش يرجع. تخيل معايا هذا الديكور. المهم الحارس ديال هذيك الثلاجة من سوء حظي كان غايب وعنده شي بلان مستعجل، كل شي كان ضدي هاد الليلة غير الله يحفظ من اللي جاي وصافي. المهم أنا بقيت هكذاك وكنت أمل وكنقرأ في القرآن الكريم. احتاج الحارس مع هذيك 11 ديال الليل سلم عليا وجلس معايا شوية، وعرفت أنه الثلاجة خاوية من غير ديك المرحومة ديالنا هي اللي كاينة. ثم استأذني باللي غادي ندوز هذيك الليلة غير بوحدي. ناري اللي صار عندي يا ربي، قلت ليه وأنا بواحد الصدمة، واش أنا غنبقى بوحدي ندوز هاد الليلة نايا؟ ثم قال لي إلا إذا كان عندك شي زهر وجابوا شي ميت ومع مرافق ونسك، وقال لي غادي نمشي الناس. قلت له كيفاش وانت هو العساس هنا؟ سكتني بواحد الجواب زوين وقال لي ما غادي يلقاو حتى شي واحد ياخذ بلاصتي، لأن حتى واحد ما غادي يبغي يخدم مقابل الأموات. يلا تصبح على خير. ناري ما لقيت ما نقول، طليت على الساعة ولقيتها 12 ديال الليل. بدأت كتلعب بيا الهواجس والوسواس، ومرة مرة كنت كنرمي الحجر على شي طوبة كتبغي تفانتيني وتدوس، ولكن كنت كنعطي لي ماها. حسيت بالقطعة وخرجت باش نتكيف قارو خارج الغرفة حيتاش الجو كان هنايا مزموت. وبينما وأنايا كنت كنكمي، تخيل ليا أنني كنسمع أصوات مجموعة من الناس كتتحاور بصوت منخفض نوعا ما. كان صوت راجل وجوج العيالات، والغريب أن الصوت خارج من ديك الغرفة. وزيدت ودني باش نتأكد. ناري تأكد
تأكدت مليون في الألف أن الصوت اللي كنت كنسمعه دابا جاي من الغرفة اللي كنت فيها. حاولت نفهم أش تيتقال، ولكن الأصوات كانت متداخلة مع بعضها، واللي من خلالها ما خلتنيش نفهم شنو كانوا كيقولوا. كانت سريعة وتقيلة على الودن، بحال إلا كتسمع شي شريط بالمقلوب وعلى البطيء. بقيت على هذيك الحالة ما قادرتش ندخل أو لا نستعن بشي حد لفترة معينة، والو، خاصة أنني نسيت أن البيل كاين لداخل. جلست كنفكر وأنا خايف، وهنايا وأنا نتذكر أن الله سبحانه وتعالى موجود وعليه لازم أنني نتوكل. مشيت لواحد الروبيني كان قريب، توضيت ودعيت الله وانطلقت ودخلت الغرفة دخلة وحدة مدرم. وهنايا وأنا كنحلف ليكم أنني من اللي حطيت رجلي في ديك الغرفة حتى سمعت واحد الأصوات بحال كاين في المدرسة من اللي كيدخل الأستاذ الفصل بشكل مفاجئ. بحال هكذاك الهمهمات والضجيج، وشوية من اللي دخلت سكتات وأنا كنحس بحال إلا كاين عشرات العيون كتراقبك وكتستنى الحركة القادمة. اللحم يشوك والقلب ديالي كيدق ألف مرة في الثانية، ورجلي ما كنحسش بيها. وتذكرت أنني غادي نكون المسؤول إلى طرات في الجوتة شي حاجة، وهذا الشي اللي عطاني شوية ديال الشجاعة. وذكرت الله في نفسي وشوية رفعت صوتي وأنا كنقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأنا هنا نتحرك لداخل وكنتوقع الأسوأ، ولكن والحمد لله ما طرا والو. مشيت لبلاصتي وجلست وأنا كلهت، ومن بعد فترة قصيرة وأنا كنقاوم الناس عيني بداو كيتغمضوا غير بوحدهم. ثم هنايا سمعت واحد الصوت، واحد الصوت اللي خلاني نضرب راسي مع الحيط اللي من مورايا. كان صوت الجسد من عظم ولحم طاح من المكان عالي على الأرض حدا الثلاجة. والأسوأ أنني سمعت الصوت ديالو هو كيتنفس وكيلهت. كان لهات ديالو والتنفس ديالو غير منتظم. بحال ليلة كيتخنق بكل وضوح. كنت بغيت نوض ونهرب ونجري برا الغرفة، ولكن رجل ديالي خانتني. جلست كنردد المعوذتين، كان بصوت خفيف وانا كل اللي كنت رعد. وفجأة تفكرت البيل، هزيت وضربت الضوء على ديك البلاصة اللي جات منها الصوت وناري. يا ريتني ما ضويت على ديك البلاصة. نعياما نوصف لكم اللي طرا، ما غاديش نقدر نوصف لكم الصورة الحقيقية اللي شفتها. شعلت البيل ومع الشعلة كنت غادي نحماق، حيت اولا الصوت مشالية وكل شي. هذا بحال ليلة ما كان والو. واحد شوية جات واحد ضربة قوية على المعدن ديال التلاجة من الداخل، واللي خلاتني نغوت غوتة واحدة اللي تسمعات من هنا للسما السابعة. ورجلي تقادولي بدون شعور. كنت كنقلب بالخف على صباطي باش نلبس ونهرب، وانا وانا كنقلب عليه هزيت راسي لقيت جزء السفلي ديال انسان بشري عريان كيلمع بحال ليلة مدهون بالزيت وناس على كرشو، والجزء الاعلى منه كان مخبي من ورا الحيط ديال التلاجة. حسيت بالصدمة والالم في العود الفقري، ما عرفتش السبب، والحرارة في كل جسمي. واللي زاد كان غادي يحمقني هو انني شفت هذاك الجسد كيزحف الحيط ديال التلاجة اللوراني. وهنايا تذكرت كم انني وحيد في هذيك الوقت، كم انني ضعيف، كم انني بعيد على بني الجنس ديالي. وفي لحظة بحال ليلة تحررت من كل شي، وانا ينعطيها للجري وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومخلي من مورايا كل المتعلقات ديالي حتى بعدت مسافة من المبنى. ثم شفت في الساعة ولقيتها 3:15 دقيقة، كان مازال الوقت على الفجر. ولكن انا صممت انني ما غاديش نرجع للغرفة مهما كانت الظروف، حتى يجي شي واحد او لا تشرق الشمس. وهذا الشي اللي درت. انا ما عرفتش من بعد كل هاد السنين شنو هو هذاك الشي اللي واجهته،
وحيت ما عمرني ما حكيت لهاد الشيء لشي واحد باش ما يتهمني حتى شي واحد ولا يقول لي خواف ولا شي حاجه بحال هكذا، وخصوصا انني جديد في هذيك المنطقه. نسيت اخوتي، كل مره كانت كتجيبها لي الظروف وكنت كنمشي لهذيك المنطقه كنت كنتهز الفرصه وكنزور القبر ديال هذيك السيده الطيبه وكندعي معها ولجميع المسلمين. النهايه ورساله من عند خوكم ريوزاكي: الموت علينا حق، وكل انسان سيموت سواء مؤمن او كافر، ولكن هل صليت؟ هل صدقت؟ هل احسنت الى والديك؟ ربما هاد القصه ممكن انها تغير جزء بسيط من التفكير ديالك، واذا غيرته ساكون شاكرا لنفسي ولهاد القصه. احسنوا الى بعضكم، فالموت ليس له عنوان. اعملوا صالحا وسيرى الله عملكم والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. بقلم ريوزاكي ريوكا. اهلا ومرحبا بكم اصدقائي من جديد، شكرا لكم على التتبع ديالكم لهذه القصة لحدود هذه الدقائق. ودابا كيف ما قلت لكم في بداية القصة، الناس اللي متبعينا القدام فغادي يعرفوا ريوزاكي وغادي يعرفوا القصص اللي رويتها هنايا في القناة ديالو بالقلم ديالو. فالقصة هذه اللي غادي تجي دابا نختتم بها، وهي قصة اللي ديجا دازت في القناة، غير حبيت نذكركم بها ونذكركم بالكتابات ديالو. فإذا حبيتوا أنه يستمر في الكتابات ويعطيكم بحال هذا النوع من القصص، فاكتبوها ليه في التعليق باش يتحمس أكثر ويكتب لنا ما هو أعظم. فنخليكم مع القصة. كيف ما دفنتيني وأنا حي، خدي ندفنك. الحياة اللي كنعيشوها عزيزي المستمع، أنا وأنت كلها متناقضات. الموت الحياة، إنس الجن، خير الشر. بعض المرات ما كنعرفوش راسنا واش غاديين في طريق الخير أو الشر، حتى كتشوف براسك النهاية وكتحكي لنا هاد الكلام سعاد. سعاد أستاذة متزوجة 3 سنوات وهي عايشة حياتها كأي إنسان طبيعي عادية تماما، ورجلها هو مدرس في مدرسة واحدة أخرى. سمحوا لي الإخوان أنني غادي نتقمص الشخصية ديال سعاد ونحكي لكم على لسانها. الحاجة الوحيدة اللي منكدة لي حياتنا هي الولاد. ربي مازال ما سهل علينا في الولاد والحمد لله. كنقول كل حاجة لها وقتها، ولكن الناس ما كتقتنعش بهذا الشيء، وفيهم القيل والقال والهمز واللمس وبزاف الصوالح. تقدروا تسولوا اي بنت شنو هي ردة الفعل ديال الناس ملي المراه كتتاخر في الحمل. مشينا عند الدكاتره ودرنا التحاليل والنتيجه كانت انه ما كاينش شي سبب اللي كيمنع الانجاب، ولكن اش غادي ندير يا ربي، باقي ما مقسم لينا نولدو. وما تقولوش هاد الشي كان كلام ديال الدكاتره ليا. واحد النهار سمعت العجوزه ديالي كتقول لراجلي: تزوج راه عادي، ملي الارض ما كتبقاش خصبه غنشوفو شي ارض اخرى. هو رد عليها وقال لها: انا راضي باللي قسموا عليا سيدي ربي، تناقشوا بيناتهم. وانا انسحبت باش ما نسمعش اكثر من هاد الشيء، ولكن دخلوني وساوس وبقيت كنقول الا قال اليوم لا خدا غادي يقول لا. وبقاو شلها ديال الاسئله كيدوروا ليا في راسي. حتى لواحد النهار كنت مشيت زياره عند واحد الطبيب، تلاقيت مع هند. كانت عندها نفس المشكل اللي عندي، ولكن هاد المرة لقيتها فرحانة وضاحكة ماشي بحال الأيام اللي من قبل. سولتها وقلت لها: أشنو هو السبب ديال الضحكة ديالك الزوينة؟ قالت لي: أنا حاملة. أنا بقيت مصدومة منها، قلت في نفسي
يا ربي كتبها لي حتى انا. قلت ليها انا فرحت ليك حيت انت يا عانيتي بزاف وربي فرجها لك. وقالت لي شكرا لالا يخطيك عليا اصاحبتي. وقالت لي فين غادا؟ واش للطبيب عاوتاني؟ قلت ليها اه. وهي تقول لي بواحد الوجه معبس لا 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 صاحبتي خليك من هاد الدكاترة، انا درت بحالك هكا ولكن حتى شي نتيجة. ولكن بغيت نقول لك كاين الحل، كاين واحد السيدة من الاخر ما كاينش اللي كيمشي عندها وتيخرج مكسور الخاطر. انا بقيت كنقول في راسي شنو زعما غادي تكون كدير هاد السيدة كاع، وانا كنفكر وهي كتهضر هند. قالت لي شوفيني ها انا قدامك، ها انا حامل وهكرشي قدامك. قلت ليها لا لا انا ما عنديش مع النصابة والدجالين. وهي تقاطعني قالت لي سكتي ما تدويش، ما تدويش عليها هكذا حيث غادي تجي واحد الفترة اللي غادي تبغي تديري بحالي، وانتي اش خاسرة كاع زيارة واحدة ما غاديش تعودي لها، واصلا ما غاديش تطلب منك انك تزوريها ديما. انا بقيت ساهية وكنفكر وكنقول اربي اش غادي ندير، واش نمشي عند الدكتور ولا نمشي مع هند. انا تحطيت في موقف صعيب بزاف ووافقت في الاخير. درنا انا وياها نتلاقاو الغد ليه من مورا المغرب. صراحة انا ما بغيت نقول حتى شي حاجة لراجلي، خفت يتعصب عليا. وجهدي قلت له انا غادي نمشي عند واحد صاحبتي، ماماها عيانة بزاف ويا ربي تسمح لي. المهم تلاقينا انا وهند ومشينا لعند واحد السيدة من مورا المغرب. وصلنا لواحد البلاصة دايرة بحال مولاي دريس، وشي كيغوت وشي كيغني وشي كيشطح بحال داكشي ديال الهنود وبحال شي فيستيفال، مزيج غريب بزاف وأول مرة نشوفه في حياتي. وأنا ساهية في داكشي قالت لي يا هند خليك من داكشي وتبعيني. داتني لواحد الخيمة كانت منصوبة من ورا داكشي اللي كيبان من البعيد بحال شي ضريح ومرسومة عليه عينين بزاف، كتحس بحال هاد العينين كلها كتشوف فيك. دخلت وحنا داخلين سمعنا صوت مبحوح وكيقول لينا تدخل بوحدها، انت قديتي شغلك خليها هي تدخل. دخلت بوحدي وما نكذبش عليكم كنحلف ليكم انا داخل وحسيت بحال الا كاينين شي يدين كيلمسوني. ولكن المرا فين هي كنهز عيني كنلقاها من ورا الخاميه. قالت لي قربي. قربت وحلات الستاره كانت شفافه وقالت لي يا زيدي. دخلت المراه هاديه وقالت على واحد الكرسي من الخشب وفيه شي نقوش غريبه والملامح ديالها جديين بزاف. حط واحد طبلة قدامها وفيها واحد المجمر صغير كيخرج منه دخان قليل. جلست على الكرسي واللي كان قدامها وهي ساكته وانا ساكته. شويه نطقات وقالت لي انا عارفه علاش انت يا جيتي وبلا ما تعذبي راسك وتحكي لي تفكر شنو غادي نقول. قلت ليها اه ولكن. قالت ليها بلا ولكن، حنا غادي نبداو الخدمه ديالنا ودابا اول حاجه غادي نديروها هي زياره الاسياد. قلت ليها شنو كتعني بزياره الاسياد انا ما فهمتش. وقالت لي سكتي. سكتتني وقالت اقسم عليكم بخدم إلا ما سمعتم وأطعتم وبحق ما أقسمتم أن تنفذوا وأن تحضروا إلى آخره. كما قلت لكم ما غاديش نقدر نكمل. نرجع القصة. ناري أش هادشي اللي كتقول هادي؟ أنا كنت عارفة اللغة العربية ولكن السيدة كتهضر بها أحسن من أي مدرس. المهم بقات كتقول داك الكلام وكل مره كتعاودو انا كندوخ. كنت بغيت نقول ليها صافي وما بغيت والو انا غادي نمشي، لساني تقال عليا وما قدرتش نقول ليها والو. وهي تقول ليا غمضي عينيك. غمضت عيني وبقات كتقول اقسم عليك ان تحضر الان، اقسم عليك ان تحضر الان، عليكم بالحضور الساعه العدل. وزادت كملت حلي عينيك. حليتهم ولقيت راسي غير بوحدي. بقيت كندور براسي
ليمن وليسر. فينك أسميتك؟ فينك؟ الكرسي ديالها كان خاوي، ولكن الدخان اللي كان كيخرج من المجمر ولا أكثر من الأول، أكثر وأكثر، حتى هذاك الدخان بدا كيتشكل بحال الجسم. أنا عارفة هادشي اللي كنقول، وصعيب بزاف أنه يتقبلوا الواحد، ولكن كنقسم لكم أن هادشي اللي كنقول صعيب ويتيقوا الواحد، ولكن هادشي اللي كنحكي لكم كاين وشفته بعيني اللي غادي تاكلهم الدود. المهم، ولا الجسم ضخم وناري، إلا بشوية بدا كيتكون بالصح، حتى جلس على الكرسي وتحول الكائن. طبعا ماشي بنادم، أو لا، هي صورة بنادم الجسم، ولكن شكله منفروش والجسم ديالو كبير علينا، كبير بزاف. أنا مهما وصفت لكم ما غاديش نقدر نقول لكم الحقيقة، ولكم أن تتخيلوا أنني الآن جالسة قدام أبشع وأرعب منظر لجني ممكن تشوفوا في حياتكم، وأنا متأكدة من كلامي. كان هذا شي حاجة ما عرفت شنو هي، واحد طرف كحل، واحد ملفوفة يمكن، وناض وقف وأنا مشلولة في بلاستي، ما قدراش نتحرك، وكان درهد قرب لي وهبط لتحت رجلي وحط داك الطرف الكحل هو تحت رجلي، رفع الوجه ديالو وشاف فيا. حسيت بالجسم ديالي كله تيضرب بالضو، والله العظيم بقى الألام كيزيد وكيزيد، تحسيت أنني ما بقيتش قادة، فقدت الوعي. واحد شوية حليت عينيا ولقيت السيدة جالسة، كانت على الكرسي ديالها عادي وكتقول لي شنو شفتي. أنا قلت لها أنت ما شفتيش هادشي اللي شفته؟ غوتات واحد شوية وقالت أنا كنقول لك شنو شفتي. حكيت لها اللي شفت، وهي تقول لي مبروك، الأسياد قبلوا الزيارة ديالك، أنت ما كنتيش هنا ولكن كنتي لتحت عندهم، وزادت قالت لي بغيت شي حاجة من أثر الزوج ديالك وحاجة من الأثر ديالك، بغيت التراب من تحت الدري الميت. قلت لها بصدمة، وأنا كي غادي ندير؟ كي غادي ندير نجيب لك هاد الشي؟ قالت لي ماشي شغلي، وعلى فكرة بلا ما تحاولي ترجعي في كلامك، حيت انتي دابا مضيتي على عقد، واللي كيرجع في كلامه كيدفع الشرط الجزائي. يلا سيري خرجي على سلامتك. خرجت ولقيت هند واقفة. يلا انا غادي نبدا نحكي ليها، وهي تقول لي انا عارفة الطلبات كلها وانا غادي نجيبهم ليك، واخا انا غادي نمشي دابا، غيكون راجلي رجع. فين غادي تمشي؟ ما كاينش وقت ترجعي، يلا نجيبو داك الشي دغيا. ناري طليت على الساعة، لقيت لها 10 ديال الليل، الجو مظلم، وفين ما كنحاول نرجع هند كتقول لي سمعي كلامي، سمعي كلامي، حنا ما خاسرين والو، يا كيقولوا تبع الكذاب تلبى بالدار، وانا تبعتها وما لقيتهاش كذابه، واخا انا تابعك تنشوف فين غادي نوصلو. بقيت تابعها حيت هي خبره. توصلنا لواحد البلاصه فيها التراب، وقالت لي هنا. انا قلت لها واخا، ولكن شكون هاد الدري؟ قالت لي كيفاش شكون، واش انتي غتناسبي معاه؟ واخا لالا، انا غادي نقول لك شكون، هذا واحد جارتنا، ولدها مات غاشي شهور هادي قليله، وفي هاد المقبره، فهمتي دابا؟ يلا سكتي وبلا كثره الاسئله. واخا، ولكن واخا تمشي انتي يا هند وتجيبي لي التراب؟ بقات كتضحك وقالت لي لا 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 لا، واش انتي بغيتي ملي تدي ليها التراب تقول لك واش انت اللي جبتيه ولا شي حد اخر جابولك؟ المهم فتحت اللي في القبر ومشيت، وانا اول مره تندير هادشي، ندمت وندمت، والله اش بيني وبين هادشي كامل، ولكن لا مجال للتراجع. وانا نازله والله العظيم اركابي كانوا كيتلاصقوا عليا من كثره الخوف ومن شده البروده. مره كنطلع على هند وكتقول لي سربي سربي لا يشوفك شي حد. شعلت الفلاش ديال التليفون ولقيت العظام دايبة وشي لباس متقطع، كان كفان صغير. دخلت يدي، واحد زوج ثلاثة، وهزيت التراب وهنت كتقول لي سربي، وانا كنقول في نفسي انا غادي نمشي ليها دابا ونقتلها ونقتل راسي. المهم ساليت وخرجت، خرجت لعندها ومشينا في حالنا. انا مشيت لداري وهند مشات لدارها. راجلي بقى كيغوت عليا، فين كنتي وش هاد الوقت واول مره كتعطلي هكذا؟ وبقى كيغوت، تمشي ناس
ومن بعدها بقيت أنا ساهية وشوية كنفكر. دخلت أنا الناس وطول هذيك الفترة وأنا ناسة وكنحلم غير بهذاك المخلوق اللي شفته وهز نفس الطرف في يده وكيقرب لي غير بشوية. قرب لي وحط ذاك الطرف على الناموسية شوية. هذيك القطعة ديال القماش بان فيها واحد دري صغير وغريب، والغريب أنني ما خفتش، يمكن فرحت كاع. قلت مع راسي الواضح أنني غادية في الطريق الصحيح. سمعت صوت كيهمس لي في ودني وكيقول لي هذا ولدك حافظي عليه. وهي ضربني الفيقة، ما لقيتش راجلي حدايا، لقيته جالس كيتفرج في التلفازة ومجبد في الفوتاي، ومن موراه تيبان لي واحد السيدة واقفة كانت لابسة الكحل. وهي تلفت ليا، كان على الوجه ديالها النقاب كحل اللي باينين غير من عينيها، حاطة يديها على الفوتاي واللي راجلي جالس عليه. انا بغيت نغوت ونعلمه ولكن ما قادراش، باغي غير ندوي ولكن والو، لساني تعقد شوية. هجمت عليه بالملمح ببصر وانا كنشوف المنظر من بيتنا. تخيلوا معايا هادشي، راسي ترفع وراجلي شفته طاح طيحة واحدة. واحد شوية تنشوف اليدين ديال الدري الصغير طالعين من الفوتاي واللي كان جلس عليه راجلي. الطفل يمكن تكون عنده ديك العامين بحال هكداك، ولكن من بعد اليدين ما طلعوا من ديك البلاصة بداو كيخرجوا ليها بحال المخالب، وراسه بدا كيترفع شوية بشوية باش نشوفها. كان الوجه ديالو طفل عادي في الحقيقة، ولكن الشعر ديالو كان طويل شوية. بقى كيغوت وكيقول لي ماما ماما، وانا مخشية في بلاصتي ومتخبى حل عيني وما كنطقش وما كنتكلمش. بدا كيبكي هو يغوت غوتة وحدة. اش غادي نقول لكم، ديناصور والله تتشليت من ديك الصرخة ديالو. هادشي كامل تيطرى وانا واقفة لواحد اللحظة لقيت شي حد كيدق عليا في ظهري. درت لقيت راجلي وهو كيقول لي مالك، اش كاين ياك، لاباس، علاش نطي من الناموسيه وخرجتي من البيت؟ قلت له اه، وانا حاله فمي ومصدومه. قال لي قلت لك مالك خرجتي من البيت ما لقيتكش حدايا؟ قلت له لا والو. وانا مهبطه راسي لتحت وكنفكر وانا كنقول له والو. تاني يوم مشيت لعند ديك السيده وقالت لي واش جا عندك شي حد؟ قلت لها انا ما عرفتش هادشي اللي جا عندي، واش هادشي حقيقي هادشي اللي كيطرى ليا ولا غير كنت هي. حكيت لها داك الشي اللي وقع لي. وهي تجبد من الفوق ديك الطابله اللي كان محطوط فيها المجمر وواحد الخنجر وكان عليه بحال دوك النقوش اللي في الكرسي اللي كانت جالسه عليه، وهي تقول لي غادي تحضري للتضحيه ولا لا؟ قلت لها اين تضحيه تاني؟ قالت لي هاد الخنجر غنضحي به ولا غادي نستعمله في التضحيه. انا كنشوف مصدومه وكنتسائل غامع مخي وخايفه وموسوسه. الله يا ربي اش هاد المنظر تحطيت فيه؟ وهي تجبد قدامي واحد القفص فيه قطة كحلة، وديك القطة بحال الا مخضرة ولا ميتة ولا ما عرفتش. وهي تقول لي انا عارفك ما فاهمه والو، ولكن من بعد غادي تشكرين على هادشي كامل اللي غادي ندير، وهادشي طبعا اللي كنتي غتسمعي كل حرف اللي غادي نقوله ليك وغادي تنفذيه، والا العقد راه في الشرط الجزائي عندك تنساهيه. قلت لها واخا انا غادي ننفذ. وانا نعطيها واحد المنديل فيه الشعيرات ديال الراجل ديالي وديالي، واحد الخنيشه صغيره فيها داك التراب، وقالت لي خلي معاك ديك الخنشه ماشي دابا وقتها، ارى لي غير ديك الشعر. حطيتها وهي تجبد لي واحد المونيكا ديال القماش وقطعت واحد البلاصه في الظهر ديالها، حطت فيها داك الشعر ديال راجلي وقطعت من جهه ديال الكرشه عاود ثاني وحطت فيها الشعر ديالي، خيطات. وهي تقول لي يلا دابا غادي نضحي، خرجي برا. قلت لها ناري واش غادي تذبحي القطه؟ وهي تخنزر فيا وقالت لي تبغي تحضري تشوفي؟ قلت لها لا 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 لا, لا ما بغيتش. ردت عليها وقالت لي ايوا يلا خرجي برا دقيقه ورجعي. دازت هذيك الدقيقه ودخلت لقيتها حاطه قدامها واحد طبسيل ديال النحاس وفيه القطه مذبوحه. ناري انا غوت وقلت لها علاش خليتيني ندخل؟ انا ما بغيتش نشوف هاد الشيء. وقالت لي لا لازمك تشوفي، انا ما وريتكش انا كندبح، ولكن النهايه لازم تشوفيها. ونزيدك ما تشوفي في حتى جهه، ولو انك تحسي بشي حاجه ما تلفتيش. جابت الريشه وغرقتها في الدم ديال القطه وكتبات على هذيك المونيكا حروف وهي كتكتب وكتقول
الإنجاب درية الأضحية. تواجدوا باسم الذين نبذوا من العشائر وأسفل السافلين، باسم كل ملعون في الأرض السفلية، وبحق الطلاسم البرهتية، وبحق كل العهود السليمانية. نفذوا ما طلبت منكم الآن. المهم غاديش نكمل لكم هادشي لأنه خطير، على حسب لسان صاحب القصة واللي كيكتبها ريوزاكي، وكيقول أنه كتبها كيف ما قالت له السيدة، لا زيادة ولا نقصان. لذلك نتفاداول أي شيء يكون خارج على السيطرة ديالنا أو يسبب الأذى الناس اللي يكون عندهم الفضول أكثر من اللازم ويحاولوا يعاودوا هادشي اللي غادي يسمعوه. المهم خلونا نكملوا القصة. عاودت هادشي ثلاثة المرات، وملي سالات تسمع واحد الصوت بحال شي خبطة خفيفة. جاني نفس هذاك الشعور في الأول، كنت كنحس بحال كاين بزاف ديال الناس حدايا. سالات الكتاب على هذيك المونيكا وجابت واحد القرعة ديال الزاج وحطات فيها هذاك الدم ديال القطة المذبوحة. لقيتها مادة ليا يديها وأنا طلع ليا الدم. قالت لي غادي تشدي حبيبتي هادي ودهني بها الجسم ديالك، وهاد المونيكا غادي تحرقيها والتراب ديالها، شدي شوية منه ورشيه على الناموسية فين كتنعسي انتي وراجلك، زائد انك ترشي حتى على راجلك شوية. قلت ليها شنو؟ واش الدم؟ غوتات وقلت لي التراب ديال المونيكا، وغادي تمسحي بها الباس دياله واللي نعس بيه، وغادي تقراي هاد الورقة على السطل ديال الماء الصغير مخلط مع التراب اللي جبتيه من المقبرة، وغدوشي بيهم. قلت لي انا ما مركزاش كيفاش غادي ندير هاد الشي كامل. وقالت لي لا بنتي راكي مركزة وغادي تعرفي شنو غادي تديري. وهي تكمل كلامها وتغوت، غدوشي جوج المرات وغتشدي التراب ديال المونيكا وترشي التراب منه شوية على راجلك. صافي فهمتك. المهم سلمت عليها ومشيت، وفي الطريق وانا كنحس براسي تاية وخايفة، رجلي اول ما شافني قال لي مالك، وزاد قال لي هاد الايام اللي تكديري شي افعال غريبة ياك لاباس، اش مخبي علينا؟ قلت له وانا ساهية لا والو ماليش. وعاود قال لي انت مخبي عليا شي حاجة، انا عارف، انا حاس بهادشي. وانا نغوت بدون شعور وقلت ليه راه قلت لك ما مالي والو، واش ضروري نقول لك شي حاجه اللي ما كايناش؟ قال لي صافي تهتني سمحي لي. اتصلت بهند وحكيت لها داكشي اللي وقع ليا. قالت لي برافو عليك راكي قربتي ما بقى لك والو. تقطعت معها ودخلت البيت ديالي باش ننعس، وكاع داكشي اللي عطاتني السيده خبيته مزيان باش راجلي ما يشوفوش. قلت غادي نغمض واحد شويه بيد ما راجلي ينعس، وذاك الشي نقدر نديره من بعد. وأنا ناسع عاوتاني نفس الحلم تنشوف، ونفس الدري ملفوف في ذاك القماش، والطفل مبتسم وكيقول لي ماما. فقت مخلوع لواحد درجة كبيرة، ضربت في جنابي ولقيت راجلي ناس حدايا. خرجت من البيت الناس وأنا غادة بحال إلا سمعت صوت ديال الطفل كيبكي. ما بقيتش عارفة واش أنا ناسة ولا فايقة، ولكن بصح سمعت داك الصوت بدون شعور. كنقسم ليكم قلت ولدي، وخايفة عليه بحال لأنه ولدي خرج من كرشي. شوية وعيت على راسي وكنقول مع راسي واش هاد الشي بصح ولا شنو هاد الإحساس اللي كنحسو، إحساس غريب. مشيت وخديت ديك القرعة ديال الزاج اللي فيها الدم ديال القطة والتراب اللي ذوبته في الماء، وشديت الورقة اللي عطتها لي السيدة وقريت داك الشي اللي فيها. وأنا ما غاديش نقوله، واسمحوا لي الإخوان لانه شيء خطير بزاف. ما علينا، شديت هذيك القرعه ديال الزاج وخويتها على الجسم ديالي، ومن بعد دوشت تدويشه الثانيه ديال الماء اللي فيه التراب ديال القبر، وشديت الورقه وقريت اقسمت باسماء سريانيه الى ما امرتهم به المبروكه وبالقوه والاستطاعه. قلتها ثلاثه المرات وبملمح بصر، تخطف الضوء بحال شي ضباب قدام عيني، وكنسمع في ودني بهاد العبارة أتينا ننفذ استجابتنا. من بعد ما سمعت هاد الهمس شفت في الدوش ولقيت دوك القنوت ديال الحيوط كلهم كيهبطوا منهم سائل أسود وكينزل في الأرض، ولات الأرض كحلة، ومن السواد داكشي اللي بحال الزيت كيخرج، بالذات كتشكل لي الحوايج الصغيرة وكتكبر شوية بشوية، وكتتشكل بجسم أطفال ولكن الحجم ديالهم صغير بزاف
بحال الا يلاه تولدوا بزاف بزاف وكيهزوا براسهم فيا. الصوت ديالهم كان بحال الفحيح ديال التعابين، ومن وسط داك السائل بداو تيتكونوا ليا شيء معين. بدا كيكبر شويه بشويه، تولى كبر منهم وقف وسط الاطفال وبدا تيتشكل ويتشكل حتى تحيد داك السائل الكحل من عليه. انا شفته وتصدمت حيت كان هو ذاك المخلوق المرعب اللي شفته عند السيده عاوتاني. هاز في يدو ديك اللفه ديال القماش وقرب ليا، وانا واقفه كنترعد بحال الا كنشوف راجل قدامي مد ليا يديه وفيه ديك اللفه ديال القماش وكان عليها طفل. طفل ناري. دابا هادشي اللي كنقول ما غاديش تيقوه، كاين شي حاجات مخبيين عليكم كتار من هادشي، ولكن الناس اللي وقعوا ليهم الاكثريه غادي تلقاهم في السبيطار الحماق، حتى واحد ما غادي تيقهم. ملي مد لي هذاك المخلوق وديك اللفه واللي فيها طفل انا تصدمت، قلت له لا انا ما بغيتوش، انا بغيت الولد ديالي نحمل به، نحمل به في كرشي ماشي تجيبوه لي. هذا ما عرفتش مين جايبينه ليا، لكن داك المخلوق ما كيردش، ساكت، وكل اللي دارو هو انه ما داد يدو ليا. لا 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 انا ما بغيتوش، والله ما بغيتو، غخليه غخليه عندكم. وبديت كنغوت شويه، بدا كيصغار كيصغار حتى تختفى هو ودوك الدراري الصغيرين اللي كانوا معاه. خرجت انا من الحمام كنجري وكنشوف من مورايا، لقيته قدامي كندخل فيه بكثرة الرعب. مشيت للكوزينه وشعلت البوطه وحرقت ديك المونيكا والرماد ديالها، شديت ورشيت على الناموسيه واللباس ديال راجلي ورشيت على راجلي حتى هو. وبمجرد انني رشيت عليه وهو ينوض وقف، بقى جالس بحال التمثال الحجري وعينه محلولين وما كيرمش بمره. فلان 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 راجلي مالك؟ ورجع نعس عاوتاني. ناري هادشي زاد على حدو بزاف، وما بقيتش قادره نصبر. الايام اللي كنت كنعيشها ديما كنت كنحس براسي متراقبه. دازت مده وما بليش داك الكائن، وانا كنستنى حيت السيده قالت ليا استناي الخبر السعيد، وانا بقيت كنستنى لحد ما عييت صافي. والتعب ديال اي ام كتستنى انها تحمل. مشيت عند الدكتور واللي صدمني اخوتي وقال لي انني حامل، ولكن انا ما فرحاناش، بالعكس مشوشه بزاف وقلت ليه مرعوبه. ورجلي كيقول لي ياك هادشي اللي كنا باغيين، مالك اش وقع ليك؟ خاصك انك تفرحي وتنشطي وحققنا الحلم ديالنا. وانا مهبطه راسي وساكته، ولكن من بعد مده بديت كنتجاوب مع الوضع، وبدات الفرحه كتدخلني نهار على نهار. عيطات لي ماما باش نجي لعندها ونزورها ونجلس معها شويه باش نرتاح، وقلتها لراجلي ووافق. دوزت الايام عند ماما، حتى لواحد النهار قالت لي يا ماما راه باباك بغاك راه فوق السطح. قلت ليها ماما راني حامله وما غاديش نقدر نطلع في الدروش، وما جاوبتنيش. امري لله وطلعت لعنده، وصلت وما لقيتش بابا. هاد المشهد اخوتي والله لا عمرني ما ننساه، انا غادي نعاود. لقيت الارضيه ديال السطح كحله، ودوك الاطفال اللي شفت في الدوش بداو كيتكونوا عاوتاني، وفي ملمح البصر اختفى كل شيء. وشي حد دق عليا في ظهري، كندور كنلقاها ماما. قالت لي مالك يا بنتي اش مطلعك في هذا الوقت للسطح؟ قالت لي هيا كنتي اللي قلتي لي يا بابا بغاني وكيستناني في السطح. قالت لي انا باباك هو اللي سمعك طالعه وفيقني وقال لي شوفي لا تكون مضايقه ولا شي حاجه، وانا جيت تبعتك. مالك يا بنتي شنو عندك؟ الله اكبر هادشي بزاف بزاف وزاد على حده. داز اسبوع ورجعت لداري تاني، ولكن العلاقه ديالي انا وراجلي توترات بزاف، ما بقاش كيهضرني، ولكن لقيته مصايب واحد الاكونه انا كنمشي ليها وكنجلس تماك. حتى لواحد النهار بالليل كنت غادي للكوزينه باش نشرب، لقيت هذيك الكوزينه منوره وداك السرير اللي كيتهز غير بوحدو كيمشي وكيجي. وقفت قدام البيت اللي فيها الكونه وانا ما مستوعباش هادشي اللي كيطرى ليا دابا قدامي. وفي جنب السرير شفت هذاك الطفل اللي عاوتاني نفس الشكل ونفس المنظر، بدا كيخرج يديه وراسه، وقلت لا 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 انت ما يمكنش ما يمكنش تكون ولدي، اصلا انا مازال ما ولدتكش. ضربت ولقيت راجلي من ورايا وكيقول لي لا هذا ولدنا لازم نحافظوا عليه، وانا كنغوت وقلت له لا ما يمكنش.
وقال لي انت غادي تولدي دابا، وبنظرات فيهم الرعب، وانا كنحس بالوجع في كرشي، وهذاك الوجع الشديد. حسيت بشي حاجه كتحرك، طحت في الارض وانا كنحس بشي حاجه كتهزز وكرشي من الداخل كتحرك. انا كنغوت وكنقول اعتقني انا كنولد، اعتقني. وهو واقف قدامي ومبتسم وقال لي يا ولدي. قلت له اديني للطبيب عافاك، اديني الطبيب غادي نموت. حسيت بيد دخلت لي لداخل وراجلي واقف ومبتسم وكيشوف اللي كيطرالي. فقدت الوعي من جراء داك الالم، وملي فقت لقيت راجلي وديك السيده حداه وقالت لي يلاه بنتي راك غادي تولدي. قلت لها كيفاش؟ قالت لي يلاه راه غادي تولدي دابا. ورجلي قال لي راه هاد السيده كتولد الناس من زمان وهي غادي تولدك. انا غير مصدومه فيه، منين تتعرف انت هاد السيده؟ الامانه لازم ترجع لماليها. اين امانه عاوتاني؟ انا ما فاهمه والو. وقالت الراجلي يلا هسي خصنا نولد السيده. وفي ملمح بصر حسيت بالحقنه خلاتني ما قادراش نقاوم حتى شي حاجه، وهزوني وهزوا واحد الملاية. وراجلي رسم واحد الدائره في الارض وكب شي حاجه تماك وهزني وحطني في وسط هذيك الدائره. اما السيده قالت لي يلا راكي غادي تسلميه، غادي تسلميه ولا غادي ناخدو حنا. بقات كتضحك وتضحك على كرشي وقالت توكلوا أيها الخدام، توكلوا بكل أسماء سميناكم، إياها توكلوا بكل ما يؤذي، توكلوا بكل من نعود به من شيء، توكلوا بالأسماء التي نولد بها، وبكل وقت أحضروا إلينا الأمانة وسلمونا الأمانة. سلات. والمفاجأة ما امتيقاش هادشي اللي كنشوفه. رشات الدم كله على وجهي ورشات عليا داك الماء المخلط بالتراب ديال المقبرة، وبدات الرؤية تتولد بابا ورجعات تتوضاح تاني. لقيت السيدة واقفة وحدها داك الكائن، وأما راجلي مرمي على الأرض ما عرفت ناس ولا ميت. والسيدة نطقات وقالت لي صافي، المهمة سالات وكل واحد فينا خدا اللي بغى، وهين صاحبتك خدات نصيبها كتاخد نصيبها على كل وحدة جابتها لي، وراجلك سلمناه لواحد من أسياد الجن وتزوجتيه وراح. ما كانش راجلك اللي كيبالك، وهاد الدري اللي ولدتيه دابا ماشي ولدك، أو بطريقة أخرى ماشي ولده، ولكن باباه اللي ولده وبغاه. واش ماشي من حقه حتى هو؟ ولكن الوليد ما خصوش يعاني من بين جوج ديال الأبوين، ولكن حنا ريحناك من باباه اللي ولده. كملي حياتك بحال الاول عادي، ولكن الا بغيتي ابو الولد تعيشي معاه هو عرض عليك، ما عندوش مشكل ولكن خاصو شروط. انا عارفه انك باغي تعيشي مع ولدك، ولكن كاينين شي ناس قبل منك جاوا لعندي ووافقوا، لكن انا عارفه انت غبيه وبحال هذوك اللي رفضوا. وبغيت نقول لك هذه اخر فرصه. السيد كيقول لك باغي تعيشي مع ولدك ولا تحرمي منه. انا تكلمت وجاوبت والدموع في عيني، واخ ولكن بغيت نشوفه، بغيت غير نشوفه. هزاتو لي وقالت لي تفضلي ها هو. كان كيبكي وبواحد الصوت في شكل. قلت لي لا انا ما باغياش لا ما باغياش، ديه عليا، بعديه مني الله يخليك. وقالت لي انا كنت عارف انا غادي تقولي هكذا، ولكن تبغي تكوني معنا بحال صاحبتك هند ولا عرفتي شنو؟ انا غادي نقول لك واحد الحاجة اللي هي انت غبية وما غاديش تنفعينا. سلام. وهذه هي قصتي. ملي عاودت هادشي للناس كاين اللي كيقول لي كلامك صح، وكاين اللي كيقول لي هادشي ما كيدخلش للراس، وكاين اللي كيقول لي وهان عليك تحرمي من ولدك وتحرميه منك. واما اللي بقاه هما نتوما واللي كتسمعوا ليا دابا والقصه ديالي كتقولوا هذه حمقى ياك. انا حماقيت ملي راجلي مات ودابا انا في السبيطار الحماق، ولكن ما غاديش يتيقوا قصتي، ما غاديش يتيقوها قصتي اصلا، ما غادي يتيقها حتى شي حد. وهادشي اللي كان عندي قلتو لكم النهاية.
أهلا ومرحبا بكم أصدقائي من جديد، شكرا لكم على الاستماع ديالكم. كانت هذه هي نهاية هتصارة هذه الليلة، شكرا لكم بزاف. ما تنسوناش بالتعليق وليلايك في هذا الفيديو وشي تعليقات زوينة أيضا لريوزاكي باش يقدر يكتب لنا الجديد. أيضا راه عنده قناة غادي نخليها لكم في الوصف ديال هذا الفيديو، اللي حب يشترك لعنده. هو المحتوى ديالو في داكشي كيتكلم على الدارك ويب والانترنت المظلم، وايضا كيحكي لنا التجارب ديالو مع هذا العالم. فاذا حبيتوا تشتركوا معاه دخلوا اشتركوا معاه. ايضا اللي عنده شي قصه وباغي يشاركها معنا فيقدر يتواصل معايا عبر انستغرام او الصفحه ديال الفيسبوك او عبر الواتساب، الذي تلقاو كل هادشي ايضا في الوصف، ايضا في الوصف ديال هذا الفيديو. مرحبا بكم ومرحبا بالقصص ديالكم، سواء كنتي كاتب أو كانت عندك تجربة وبغيتني نعاودها بصوتي فمرحبا بكم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي من هذه القناة، قناة راوي ستوريز. تصبحون على ألف خير. سلام.